دين الصفاء، دين الوفاء، وكل تعاليم الإسلام سواء من العبادات أو المعاملات أو التعاليم الأخلاقية، بل وحتى في مسألة الطهارات، مسألة الصلاة والصوم، هاي الهدف منظور إليه، أن يكون الهدف هدف احترام الأخ لأخيه، حب المسلم لأخيه المسلم، حب المؤمن لأخيه المؤمن. حتى على سبيل المثال أضرب لكم كم أمثلة مختلفة من الصلاة. مثلا تعلمون أن السلام تحية المسلم، المسلم إذا لقي أخاه المسلم ينبغي أن يسلم عليه. السلام هو مستحب ولكن جوابه واجب، إلى درجة الصلاة التي هي لله من أول التكبيرة إلى آخر التسليم لله، يفتي المفتي ويأمر الله والرسول والأئمة، إذا أنت في الصلاة تتكلم مع الله إذا سلم عليك مسلم، وأنت في الصلاة يجب وجوبا إلزاميا أن ترد عليه السلام. لكن لا تقول له عليكم السلام، قل لك سلام عليكم، قل له سلام عليكم، قل لك السلام عليكم، قل له السلام عليكم، يجب، وإلا فأنت عاصي، صلاتك ما تبطل. هاي مسألة الصلاة. مسألة الصوم، الصوم طبعا صوم الواجب له حكمه، إذا أنت صائم صوما مستحبا ودعاك أخوك المؤمن إلى الإفطار، الروايات المروية عن أهل البيت المعصومين الصادقين تقول أنت إذا بقصد إجابة دعوة المؤمن كسرت صومك وأفطرت، إن الله تعالى يضاعف لك أجر صومك ذاك 70 ضعفا. لاحظوا إلى أي درجة دين الإسلام يريد يألف بين القلوب، يريد يوحد بين الصفوف حتى ضمن العبادات وضمن الصوم. فكيف إذا كان خارج الصوم وخارج الصلاة؟ زيارة المؤمنين بعضهم لبعض كم فيه من أجر والثواب، عيادة المريض، في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعاتب عبده الذي ترك عباد عيادة المريض، ترك عيادة المريض يعاتبه يوم القيامة، يقول ما لك لم تعدني إن مرضت، تقول حاشاك يا رب عن المرض. يقول عندما مضمون الحديث أقول لكم إياه، عندما مرض أخوك المؤمن لماذا ما عدته؟ لأنك إذا عدت أخاك المريض سواء بالمستشفى أو بالبيت أو مكان آخر فكأنما عدت الله سبحانه وتعالى، فوجدتني عنده. الله يقول إذا عدت أخاك المريض وجدتني عنده. إذن فتعاليم الإسلام كلها بما فيها من العبادات والمعاملات حتى العقوبات، حتى العقوبات، حتى أحكام الإرث، أحكام الزواج ذكرنا قسم منها البارحة، أحكام الطلاق، أحكام الزوجين، أحكام الجيران، أحكام الأيتام، أحكام الأرامل، أحكام المعلم، حقوق المعلم، حقوق التلميذ على معلمه، حقوق المعلم على تلاميذه، حقوق الحاكم على المحكومين، المحكومين حقوقهم على الحاكم، وهكذا.